جدا النهارده والله. الله يخليكي، متشكر خالص. في البدايه بس عايزين نطمن على صحه حضرتك. انا صحتي كويسه و ما زلت اتعامل بالامكانيه الحاليه. إيه، انا كانت جات لي جلطه في المخ، ما اعرفش المخ ده جالي منين. انما الحمد لله كويس، متجاوز وراضي جدا جدا جدا. اهم حاجه الرضا. بالنسبه للاشاعه اللي طلعت باعتزال حضرتك، واجهتها ازاي؟ هي إيه، مش اشاعه، دي حقيقه. والدليل ان انا كان لازم اعلن ان انا تعبان عشان الكل يعرف ان انا مش حاضر. والدليل ان انا اهو سنه تقريبا ما اشتغلتش عادي، فده اللي اعتذر بس. طيب مصير حضرتك في الكتابه، يعني انا عرفت ان حضرتك بقيت تكتب دلوقتي، فمصير السيناريوهات اللي حضرتك بتعملها ايه؟ مصير ربنا يكتب لها التوفيق وتوفق في شكل انتاجي جيد. وانا عن نفسي الكتابه بالنسبه لي هوايه، مش احتراف. وسعيد بده جدا جدا. يعني حضرتك اتكلمت عن ذكرياتك في الجيش و في الجيش. انا كاتب فيلم اسمه كتيبه 26، وده فيلم انا اعتقد انه فيلم مهم جدا جدا جدا. وغير كده انا بكتب للهوايه، انما ليا حاجات كتيره طالعه. طيب عايز اعرف ردود فعل الوسط الفني على اعتزالك ايه؟ يمكن اللي بيغيب شويه الناس لان ده بيتنسي. لا، انا الطبيعي ان لازم اعلن اعتزالي، لان الفنان كتلة متحركة تتحرك وشعلة، فعندي انطفأت شوية، فلازم أعلن أنا اعتزالي إلا إذا كان دور يمس احتياجاتي جدا ودور مهم جدا، إنما لن أسمح بحد أن يقزم تاريخي.